آله وصحبه. وبعد سننطلق الآن في شرح الدرس المتعلق بثنائية القطب النشطة. وللعلم فإن هناك ثنائية القطب النشطة النشطة أو غير النشطة غير النشطة. إذن أولا مميزات ثنائي القطب، تعريف ما هي المميزة أو مميزة ثنائي القطب، مع العلم أننا سبقنا تكلمنا على المميزة. تعريف مميزات ثنائي القطب الكهربائي هي المنحنى U بدلالة فهي دالة متغير فيها هو E، وعلى مستوى النتائج فالمتغير أو هناك مقدارين فيزيائيين هو شدة التيار المار في هذا الثنائي القطب والتوتر بين مربطيه. ثم هذا فهو منحنى، والمنحنى هو المميزة، يعني كيف تتصرف أو يتصرف هذا ثنائي القطب مع وجود تيار، كيف يتصرف ثنائي القطب مع وجود تيار. نعم، إذن أو المنحى أو المنحنى الآخر E en fonction de U أو بدلالة التوتر، بحيث أن U هو التوتر بين قطبي ثنائي القطب، ثم E هو شدة التيار المار في هذا هذه مركبة. نعم، إذن تصنيف ثنائيات القطب، تصنيف ثنائيات القطب، إذن تصنف ثنائيات القطب إلى صنفين. إذن يمكن نأخذ هذا الرابط، هذا الرابط لتتبع أو للاطلاع أكثر على تصنيف ثنائيات القطب إلى ثنائيات القطب غير نشطة وثنائيات القطب نشطة. إذن ثنائيات القطب الغير نشطة أو غير نشطة يتميز بانعدام التوتر بين مربطيه عندما تنعدم شدة التيار الكهربائي الذي يعبره. إذن مميزته تمر من ماذا؟ من أصل المعلم. إذن U تساوي صفر عندما تكون E تساوي صفر، هذا كيتسمى ثنائي قطب غير نشيط. وأما لبعض ثنائيات القطب الغير نشطة مثل المصباح مثلا، الموصل الأومي، الصمام الثنائي، المكواة، كلها أجهزة غير نشطة. ثنائية القطب النشطة يتميز ثنائي القطب النشيط بعدم انعدام التوتر بين مربطيه عندما لا يمر به تيار كهربائي. إذن مميزته لا تمر من أصل المعلم. إذن فU يخالف صفر عندما تكون E تساوي صفر. ويمكن الاطلاع على فيديو يشرح لنا هذا الشيء. إذن الأستاذ المحترم سيعطينا طريقة للتعرف عن ثنائية القطب النشطة وغير النشطة. السلام عليكم. اليوم غادي نميزوا ما بين ثنائيه القطب النشطه والغير النشطه. غادي ناخذوا مجموعه من المركبات الكهربائيه، هذه مقاومه ريزيستانس، اذا عندنا قطبين متماثلين اذا عندهم نفس اللون، يعني كربطوا معنا او معنا ما كاينش مشكل. عندنا مصباح، اذا هذا المصباح هذا توا عنده قطبين متماثلين نفس اللون. عندنا صمام ثنائي، الصمام الثنائي كيف كتلاحظوا عنده هذا السان، هذا المنحى المار، وعنده هذا الحاجز، هذا منحى حاجز عنده قطبين مختلفين حيث غير متماثلين. كاين كذلك ديود زينر، الصمام الثنائي الزينر، وكاين عمود اللي عنده قطب سالب وقطب موجب اللي هو الحجرة ديال الراديو والحجرة بشكل عام. اذا غادي نحاولوا نستعملوا هذا الجهاز اللي هو فولتمتر لمعرفة او للتفريق بين ثنائي القطب النشيط وغير النشيط. اذا هذا القطب الاحمر هذا هو اللي مرتبط مع الاحمر ديال الفولتمتر اللي هو الفولتمتر في، اذا غادي نربطه مع احد المربطين، وغناخذ كوم ديال الفولتمتر مع المربط الاخر. نلاحظ بان الابره لم تنحرف، معناه عندما يكون التيار منعدم في هذا الجهاز يكون التوتر منعدم، معنى ان هذا ثنائي القطب اللي هو المقاومه ثنائي قطب غير نشط. اذا سابدل هذه المقاومه بمصباح، اذا سنلاحظ نفس الشيء.
إذا عدم مرور التيار توتر منعدم، إذا ثنائي القطب كذلك غير نشيط. الصمام الثنائي نفس الحكاية، منح الوار منح الحاجز، إذا لم تنحرف الإبرة معناه ثنائية قطب غير نشيطة. إذا ثنائية القطب غير النشيطة هي المركبات التي عندما لا يمر فيها تيار يكون التوتر بين مربطيها منعدم، معنى إي كتساوي زيرو، إي كتساوي زيرو. الآن سأربط بين مربطي الفولتميتر الحجرة اللي هي العمود. إذا نأخذ القطب الموجب اللي يخرج منه يرتعم مع الأحمر والسالب مع كم. انظر الآن الإبرة تنحرف، إذن عدم مرور التيار يعني عندما لا يمر التيار في الدارة التي تحتوي على هذا يكون التوتر غير منعدم، معنى إي ملي كتكون زيرو التوتر يخالف زيرو، إذن هذا ثنائي قطب نشيط. إذن إلا بغينا نقرأ القيمة هذه كنشوفوا العيار، إذن العيار 10 والميناء هو 100، إذا باش تكون 100 هي 10 كنقسمو على 10، إذا عندي تقريبا 45، إذا أو 45 46 تدريجة وقسمو على 10 هي 4.6، معنى القيمة ديال التوتر بين مربطي هذا العمود هي 4.5 أو 6 فولت. إذا هذا ثنائي قطب نشيط لأنه رغم عدم مرور التيار في الدارة التي ينتمي إليها فإنه يحمل توتر يخالف زيرو. إذا خلاصة الكلام، ما الفرق بين ثنائي القطب النشيط وغير النشيط؟ ثنائي القطب غير النشيط ملي ما كيكونش التيار يعني التيار منعدم كيكون التوتر منعدم، ثنائي القطب النشيط ملي كيكون التيار منعدم كيكون التوتر يخالف الزيرو، معناه موجود، معنى ان ثنائي القطب النشيط يحمل توتر رغم انعدام التيار، بينما ثنائي القطب غير النشيط لا يحمل توتر عند انعدام التيار. وشكرا.